السلام عليكم خويا، هاد الهضره اللي كنت شايع غتخرج من القلب، غير سمعني وفهمني، عطيني شويه من وقتك وغاش فهمني. ولا بانت لك الهضره ماشي هذيك دور مع الدوره، ولكن الا بانت لك فيها الرجوله فهمني. انا غنهضر معاك بلا عاطف خويا، نصائح لك مزيانين خويا. انت في عمرك مثلا بديتي كتكبر وبديتي كتنضج كتقرا، كتضيع وقتك في القرايه، ما تقرا ما والو، وهذا الشيء ما مزيانش لك انت شايع. واخا سيدي ما بغيتيش تقرا، خاصك تعلم صنعه، حيت كتضيع في وقتك. الا مشيتي انت للتكوين عام سيدي، عامين ديال التكوين اي جي كتمشي وكتجي ديك عامين تضيع في الوقت. اها وملي جا سيدي تاخذ ديبلوم، ما تاخذيش الديبلوم، ولكن راسك خاوي هنا خويا. انت ضيعتي وقتك مليون في المية، وانت اللي خاسر اخويا. يعني خدم معايا دماغك، هذه النقطة الأولى. خاصك تعلم صنعة وخاصك تنوض تخدم، وما يغركش الصحاب. ونوض اخويا تخدم، والوقت راه كيضيع، الوقت راه كيدوز، الوقت راه كيدوز يجري قسما بالله. الا حنا ندمنا على الاوقات اللي ضيعنا، كنا نكونوا احسن ما حنا هكا، واخا ما درنا شي حاجه، ولكن تحاربنا ودرنا شي حوايج صغار. ولكن ما تضيعش وقتك، نوض خدم وجمع الفلوس ودير علاش ترجع، وتعلم صنعه ودير دويرتك وحاول، وربي غيسهل عليك، وتكون مرضي الوالدين وربي غيسهل عليك. ما تبقاش اخويا مريح مع الصيام، عيش كندوي وكندوي من الداخل. يعني ما تبقاش مريح في راس الدرب، راه كتضيع غير وقتك. ما تبقاش على بالك بالصحاب، راه الصحاب ديالك راه غير تضيع وقتك معاهم. حكا الا اللي باغي نضرب كوبرا، باغي نضرب واقف في راس الدرب مقابل هادي، لا حكا كتبغي هادي كتبغي هذا. لا خويا راه كتضيع غير في وقتك، وحياتك راه كدوز. ولا كان والدي كان عام سيدي تيشريو لك، راه واحد الوقت ما يبقاوش يشريو لك، وغتولي اخويا طلاب، وغتولي اخويا جقار في الدرب، واش ولا دير كاريطه ديال الكارو وراح قد ديال الدرب، ولا غدير شي حاجه ماشي هذيك. واش انت بغيتي يكون عندك مستقبل زوين؟ اذا نوض خدم على راسك، ما تقولش ليا ما كاينش الخدمه. حنا عارفين سيدي السوق الشغل وهادي وهادي كاينين صعوبات، ولكن مشيتي شاري. انا نعطيك مثال سيدي، لكن مشيتي انت باغي تخدم، اسمعني مزيان، مشيتي سيدي شركه باغي تخدم مزيان، ولكن موش شركه قال لك سيدي سيتي نعيطوا لك، انت نطشي مرتشي. اش تبقى مريح في راس الدرب؟ مو عطيني اختي، عطيني خويا شي، اختي شي، خالتي شي، والدرب انا شي، مول الحانوت عرايا تشن تناش. فهمني انا كندوي معاك بلا عاطفه باش انت تفهمني. اوكي نوض اخويا، دير كروسه وحمار، بيع كلينيكس، سير الحوت، جيب كروسه ديال الحوت، صور 200 درهم، كنت كنصور فيها 200 300 درهم، كنت كنطلع للمرسى، كندوي معاك خويا، كنطلع للمرسى، كنجيب 400 500 درهم في النار والحوش، ولكن الجميع، شنو الفرق اللي بيني وبين الدراري اللي كانوا خدامين معايا في المرسى؟ السافد اخويا، هما كانوا بلين، باغي يشري موطور، باغي يشري بياسة، باغي يضرب حتى الاخر باش يدخل عليهم المدرسة، ولا التكوين، وداك الشيء اخويا خاوي، ما يمكنش دابا انت تنوض مع 4 الصباح وتشري واحد الحاجه اللي ماشي في المستوى ديالك. ملي انت اخويا كتشري كوبرا، مثال فهمني ما تجاوبنيش غلط، كوبرا حنا ب 56000، حنا عارفينك ساكن في بيش في طوبيش، واشرح لي انت، اشرح لي فهمني، نقول معاك بلا عاطف. ملي انت كتضرب صرفات 1000 درهم، حنا عارفينك ناعس في 6 ريم كاليب يا جوره، شو واش توصل لينا باللي انت راه لابس عليك؟ حنا تنعرفوك اش دير، واش فهمتيني؟ الهضره ماشي كنكلاشي، لا كنعطي نصائح الشباب. اش ضيع راسك خويا بين الصحاب موطور؟ دابا انت ملي غتشري موطور لا قرايه لا خدمه، اشنو ترونسبورتور ديال الدريات؟ عندك جوج حوايج، غتشبل بالدوريجين، غتولي كتخطف، غتمشي للحبس نهار الاول، غتولي مع زعما الحباسه، غتضيع لك حياتك، غتلقى راسك انت في الاخر ضعتي. امتى غتحس بالقالب؟ حتى تكبر. باقي فيك الجد، خالتي حكا داش عاود لي مع الاسطوارات، شتي واحد خونا بالريشه مع اي، افهمني شدو معاك، شدو معاك، وعي راسك. ملي نهار غتجي انت عندك الجاد وهادي وحكا انت سميه معروفه، هضره كامله ديال والو، غتجي انت غتقولب، انت غتقولب، تلقى راسك كبرتي صافي، شرفتي، غيجي بعلوك صغير، غيشدك غيسنترك غيضربك على راسك، اولا ما بقاش عندك الجاد ديال العبس، تقارشي مع الحباسه. هنا غتجي وغتريح مع راسك وغتريح وتقول ضيعت وقتي فابور، وانت اللي غادا تعاود لي من المغامره. واش بغيت يا خويا تكون بحال هكا؟ اكيد ما غاتبغيش تكون بحال هكا، ولكن الا ما وعيتيش بانك انت غادي في طريق غلط،
كون اكيد خويا راك كدمر راسك، راك شتضيع وقتك. قرا خويا، قرا، تعلم صنعه، دير شي حاجه اللي تنفعك في هاد الحياه. دوز بيرمياج، خدم في المارشي، خدم فاش ما بغيتي، ولكن ما تضيعش راسك. راه لا ضاع لك وقتك، راه انت كتضيع غير وقتك. ما جيش واحد الوقت وتندم، راه غير امك الا كانت كتعطيك غادي تمشي، باك الا كان كيعطيك غير يمشي. الله يخلي لكم والديكم، ولكن شنو نهضروا باللوجيك، راه ما كاينش شي حاجه تدوم. فكر معايا بنادم وينوض ويسوع في الغادي، انا علاش الحياه انا غنضيع حياتي؟ فابور خو خاوي، تابع دريه، تابع دري البياس حقا نسافروا. ماشي ما تسافرش بالقياس، ماشي ما تلبس بالقياس، بس قدك يواتي. واش تنعس ناعس في بيت عامر طوباش وسرق الزيت، وناعس في سداري مكاليه بياجورا، وضرب باقي انا 3000 درهم، وكوبرا ب 56 وصرفيت ب 1000 درهم، وسلسله ب 300 درهم، ولا باك تا هو ضربو باك ب 200 ولا 250 درهم. اش بغيتي نقولو عليك؟ بغيتي نقولو عليك انت هو فرعون؟ افهمني يا خويا، راه الناس كتضيع الوقت ديالها غير شوي، وهذا هو الغرض، بان واحد ينوض يضيع وقته ويضيع حياته ويمشي في الهاويه. وهذا بحد ذاته يعني واحد تقوليبه كبيره، فهمني؟ ماشي تنوض تبلى وتاثر بواحد الشمكار في الدرب، بواحد قرعابه في الدرب، تيضرب لحمو وهادي وشي تعرى وشي صحاب لك هو راه كاين. لا، هذاك كيتسمى مجرم. واش بغيتي يا خويا انت تكون مجرم؟ مليون في المية ما بغيتيش تكون مجرم. وهذاك الشيء علاش؟ وعاود السوعة، ما تضيعش وقتك، ما تضيعش حياتك. عارفين بلي الوقت صعيبة، ولكن نوض انت وفكر مزيان، وقول اش هاد البلان، اش هاد الطريق غادي فيها، فين غادي يا السي حمادي؟ وعى والسوعة، حسن ما يفوتك الكار، حيت إلا فاتك الكار وندمتي وانت كبرتي وما درتي والو، اش بقى انت تعاود لي مرخبير، تعاود لي مع الاباطيره والمجرمين اللي كانوا، فهمني فين تشد ويلك. ما يغركش هذاك الشيء تشرميل بالكراميل وكوك خز ومحكوك ومع الطيحه مع بصيحه، فردك اش كتخونا طشطش تشرش رش، فهمتيني؟ باش غادا باش جايه دايز طارق بعيز، غادي غادي دي معاك هادي طرق عبد الهادي تهلا ودير مضله، فهمني؟ شنو نمشي ندوي معاك خويا، يعني زاديش في المسيره صعيب الحال، باش انا كتكبر في واحد الدرب ديال المسيره واش ولي بخير. الحمد لله عرفنا خدمنا تحاربنا بالقليل بالقليل ودرنا الكثير الحمد لله، وهذا هو البلان. وما نبغي حتى شي واحد نشوف، حنا ما بغيوش الشباب يضيعوا، ما بغيوش الشباب يجلسوا بنات، هذوك راه بنات راه خواتاتنا وخواتاتكم، حتى ما تبغيش خصك اللي يجلسيها وبحال هكا. يلا اخو نتمنى تكونوا استفدتوا، ونبغي الدراري يترجلوا شويه وما يضيعش وقته، ما يضيعش وقته، هذا هو.